طيب إذا إحنا بنشكر مرة تانية جوقة الأردن البيزنطية اللي موجودين معنا اليوم طبعا بمناسبة الأعياد، أعياد الميلاد المجيد. نرجع منرحب فيكم، نشكركم على وجودكم معنا، وأيضا بنشكر بشكل فردي قائد ومؤسس جوقة الأردن البيزنطية السيد حسام حداد. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الله يخليك. أهلا فيك وأنت بألف خير، وبنشكركم زي ما حكينا على وجودكم معنا. يعني زي ما حكيت أنا بداية، حضرتك قائد ومؤسس جوقة الأردن البيزنطية، حدثنا. اوكي ما احكي على الهاند، راح احط الهاند عند حسام طول الوقت. اوكي حدثنا عن جوقة الأردن، امتى تأسسوا؟ وعم نشوف انه في فئات عمرية مختلفة مشاركة بالجوقة، فحدثنا اكثر. اول شيء شكرا لكم وشكرا لقناة رؤية على استضافتنا في هذا اليوم، وكل عام وانتم بألف خير. حب نعيد على الوطن وقائد الوطن في هذه المناسبة السعيدة. جوقة الأردن البيزنطية تأسست في عام 2005، هي جوقة معنية في التراتيل الكنسية البيزنطية التي تكون بدون مرافقة آلات، ولكن اليوم لأنه في عنا عيد اللي هو الكريسماس كارولز، حبينا أنه نعمل شيء مع الموسيقى لحتى أنه نورجيكم التنوع الموسيقي اللي بتقدر أنها تعطي الجوقة. طبعا في هاي السنة على غير عادة، كان في عنا ضيوف على جوقتنا اللي هم الإخوة العراقيين زي ما أنت شايفة. طبعا إخواننا العراقيين هم من المهجرين الموجودين، كانوا في الموصل. نعم. جاءوا إلى الأردن، هم جوقة الكلدان كاثوليك. هلا الشباب راح يحكوا لك عنهم أكثر. طبعا لجأوا إلى الأردن، بلد الأمن والأمان والاستقرار، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي دائما وأبدا يركز على دور المسيحيين وأهميته في الشرق. نعم. فإن شاء الله دائما هذا البلد آمن ومطمئن في قيادته، وإن شاء الله راح نسمعكم أشياء ثانية تعجبك إن شاء الله يا رب. طيب بحب أسألك برضو عن الفئات العمرية المشاركة. نعم. بالجوقة، يعني على أي أساس بتم اختيار أفراد الجوقة؟ أول إشي الكواليتي تبع الصوت كثير مهم. وحساس. يعني كلهم الموجودين أصواتهم حلوة؟ طبيعي أكيد، لأنه طبيعي. ما شاء الله عليكم، مش معقول اللي عم بتقدموه، يعني رائع. أكيد في البداية بتم في هناك تيست للصوت. نعم. وبناء عليه بتحدد إذا كان تنور أو ألتو أو سوبرانو أو واتفر. نعم. وبعدين بتتم الفلترة والتدريب المتواصل بسق الصوت زي ما أنت شايفة. نعم. طيب أنا كمان اللي بعرفه رح يكون في لنا لقاء مع مجموعة من إخواننا العراقيين اللي حبوا أنهم يشاركوا معكم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وبحب أرحب بالسيد ماهر من الموصل من العراق. أهلا وسهلا فيك، إذا بتحب شوي تقرب لهون. يعني احكي لنا عن مشاركتك بجوقة الأردن البيزنطية، شو بتعني لك؟ يعني هذا إندل فهو بدل على التآخي دائما بين جميع الأطياف المسيحية بكل مكان، فإيش بتعني لك مشاركتك؟ أكيد أكيد هذه المشاركة هي تجربة فريدة من نوعها، فهذا الطقس ما يعني ما في في العراق. فهون التقينا بالأخ حسام وصار اتفاق بأنه نشارك في التراتيل، فتعلم الكورال تبعنا الطقس البيزنطي وما شاء الله عليهم ضبطوا الطقس، فهي تجربة واستفدنا بصراحة يعني جدا جدا، يعني استفدنا كتير كتير من هذا الموضوع. نعم. فهي تجربة فريدة من نوعها أو نقلة نوعية إلى الأمام إن شاء الله. احكي لنا أكثر، يمكن للأسف يعني إخواننا العراقيين المسيحيين بالتحديد المتواجدين بالموصل، يمكن نعرف أنه العديد منهم يعني لجأوا إلى الأردن زي ما حكينا بلد الأمن والأمان، وأهلا وسهلا فيكم طبعا بكل وقت، لكن يعني احكي لنا كيف بتكون الأجواء عادة بالموصل بالعراق عند الإخوان العراقيين المسيحيين، كيف تكون الأجواء عندكم بأعياد الميلاد المجيد؟ طبيعي سابقا كانت أجواء يعني كلش كلش يعني سعيدة وبهجة على العراقيين بصورة عامة والمسيحيين بصورة خاصة. فالحقيقة السنة اللي فاتت وهاي السنة انعدمت هذه الفرحة في العراق بسبب الأوضاع التي مر ويمر بها العراق، ونتيجة لهذه الأوضاع تهجر آلاف أو مئات الآلاف المسيحيين إلى الأردن. فهذه المناسبة أقدم الشكر الجزيل لسعادة الملك عبد الله، جلالة الملك عبد الله. نعم. فتح الأبواب إلى العراقيين بمصراعيها واستقبلنا استقبال حميم كاستقبال الأب لابنه. طبعا
فألف شكر له. وإحنا أكيد بنستقبلكم كاستقبال الإخوان لإخوانهم طبعا، وأهلا وسهلا فيكم كل عام وأنت بألف خير، وكل إخواننا العراقيين بألف خير، وإن شاء الله بيعود الأمن والسلام والاستقرار والراحة والطمأنينة وراحة البال إن شاء الله لإخواننا العراقيين بكل مكان. شكرا لك. وأخيرا بحب أيضا أستضيف نادين. نادين من أوائل المشاركين بجوقة الأردن البيزنطية، فأهلا وسهلا فيك كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير، وشكرا لرؤية كتير على استضافتنا. أهلا وسهلا. بدي أعيد على كل الشعب الأردني وعلى جلالة الملك بالأخص، الله يديمك فوق راسنا ويخليك سند وظهر لنا بكل مكان. إحنا جوقة الأردن البيزنطية صرنا تقريبا 10 سنين، مجموعة من شباب وبنات عم نلتقي ونتدرب يعني تقريبا مرة أو مرتين بالأسبوع عشان نطلع بهالتحفة اللي شفتوها تقريبا. السنة كان في معنا إضافة جديدة لجوقتنا، هم إخواننا العراقيين ضافونا روح وبهجة وسعادة على الكواير عنا، وعملوا لنا إشي جديد عن جد، يعني قد ما هم تعلموا منا نحن تعلمنا منهم. حلو. السنة برضه في عنا شغلة صغيرة غصة هيك بقلبنا، اللي هو الملازم معاذ الكساس بي. نعم. الله يرجعه لنا بالسلامة يا رب، حتى يكمل فرحتنا طبعاً وتكمل عيدنا. أكيد. طيب يعني نادين احكي لي أكثر عن النشاطات اللي بتقوموا فيها، بما أنك أنت من أوائل المنتسبين والمشاركين مع جوقة الأردن البيزنطية، يعني شو طبيعة الاحتفالات اللي بتشاركوا فيها غير مناسبات أعياد الميلاد المجيد؟ هلأ نحن كمان منشارك بالأداديس اللي بتكون بأي احتفال بيكون بقداس منشارك فيه. طبعاً في عنا بفترة الأعياد منشارك بأي محل مندعي عليه، أو مرات مثلاً منروح على مراكز أيتام منعمل حفلات وأنشطة للأطفال، أو برضو بالأوتيلات منعمل، يعني هلأ أي مكان بيكون في حاجة لإلنا بيحكوا لنا منروح منلبي الدعوة طبعاً. أوكي. طيب إذا أنا بدي أتشكرك، شكراً لك، وبرجع كمان مرة بشكر كل أعضاء الفرقة، فرقة جوقة الأردن البيزنطية، وأيضا أستاذ حسام، وزي ما حكينا إحنا رح نكمل معاكم من بداية طبعا دنيا يا دنيا للختام لحتى نستمتع بها الأصوات الرائعة والراقية جدا، وكل عام وأنتم بألف خير جميعا، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.